والجود ياكلها والتراب يشربها ولو عيش الف عام والفين بعدها ولا بد من يوم تسير الى القبر ولا بد من يوم تسير الى القبر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملت أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير